شمس الغنية الفنانة نجوى كرم بدي رحب فيكي وبدي أقول لك أنه اشتقنا لك صلنا فترة انقطعنا عن اللقاء المباشر على القليلة أهلا وسهلا فيك على شاشة الجديد أهلا فيك والله لا يقطع حدا مثل ما بيقولوا الفترة <applause> 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 الماضية كيف كانت عم تقضي أيامها نجوى كرم؟ مثل كل الناس <تصفيق> <تصفيق> شوية رياضة شوية مطالعة شوية تلفزيون شوية قاعدة مع الطبيعة تعرف أوقات الواحد بيحاول يخلق من الضعف قوه لما بيكون قدامه لا خيار بده الخيار ببيته الامتع له او الازبط له لحتى يكون براحه نفسيه لحتى يقدر يكفي شو شيء جديد بين معك بهيدي الفتره اللي يمكن عم تقضي فيها اكثر وقت بالبيت مع العيله مع الاصحاب مع الاصدقاء بالنسبه لي ما في جديد إلا إنه المستجدات كانت والأحداث يلي كانت عم بتصير بلبنان هي اللي عم تاخذنا على الحدث الأصعب يكون جديد علينا بس مش حلو بس بحس إنه لبنان دائماً بيتخطى الأشياء ونحن كعائله عندنا الارتباط الكبير ببعض فادنا على الصعيد العاطفي اوقات العاطفه مضره ولكن كمان اوقات نافعه لانه بتشيل كل واحد بشيل هم منه وبيلقيه على الثاني او بنتقاسم المشكله كلنا سوا لحتى واهم شيء انه كلنا عم نطمن عن بعضنا كلنا منيح وكلنا مرتاحين والحمد لله ما صار ولا اي مشكله عائليه بعدك عم تتعاطي مع موضوع الكورونا آه, فيروس كورونا وانتشاره مثل الاول يعني هل انت مثلا هلا مع الاقفال التام مثل قبل ولا انه مع انه هيدي مناعه القطيع، نظريه مناعه القطيع انه الحياه بدها تكمل ونحن بدنا نكمل، وينك بين هالنظريتين؟ انا رح اقول لك بس شيء انا بآمن فيه وبحسه بقول في كورونا بس في الله. بدنا نكمل. إذا كان الهدف إنه ما نكمل المزروع فينا كبشر أقوى بكتير إنو من إنه نوقف وما نكمل، لا لازم نكمل. اليوم قبل ما احكيك او اسالك عن الاغنيه الاستثنائيه يلي حكينا عنها كنا نزلت من كم يوم لورا خليني اقول انه هيدي الفتره الماضيه ما كنا عم نلحق مشاكل ما كنا عم نلحق صفعات عم نحكي كلبنانيه كشعب لبناني يعني اذا كان بلشت بالحرايق الكورونا الازمه الاقتصاديه والانفجار كل الاوقات بتكون ايجابيه اكيد ما فينا نكفي غير هيك عايشين بالبلد مثلنا متل كل الناس وللاسف شو بيعاني منه العالم كله نحن بنعرف انه الكره الارضيه عم تعج بالشر بس شو بيعاني منه الكره الارضيه كله بدك تزيد عليه بلبنان متل كانه لبنان محتم عليه انه يكون هو الممسحه هو هو حقل التجارب هو المطرح يلي بيقدروا يمسحوا فيه كل غلطه كانت بكل العالم لحتى يصبوها عنا ولكن بقول لك كشعب لبناني نحن مش اول مره بنعاني من هالظروف واكيد مش اخر مره، نحن بنسمع جدودنا كيف كانوا ومنشوف نحن كيف عشنا ومنعرف انه مستقبل اولادنا حسب المزروع بالبلد كيف لازم يكون بس باكد لك لو كان غير شعب عيش اللي نحن عشناه وعم نعيشه وعيشوا جدودنا ما حدا بيقدر كان يكفي هذا صمود الشعب اللبناني متفائله يعني يعني دائما في تفاؤل عن نجوى كرم بالمستقبل لانه هلا في الشعب اللبناني محبط يمكن هيدي اول مره بنوصل الكل معصب الكل محبط الكل متضايق مين ما تحكي بقول لك انه مستقبل ما بعد بدي سافر بدي هاجر مستقبلنا ما عرفانين نحن لوين رايحين عايشين كائن ناطق ما بدي اقول شيء ثاني بطل عنا الحريه حتى ببيوتنا نحن مراقبين بعين كبيره صرت اذا بتدخل من غرفه لغرفه من خلال تليفونك انت معروف انت وين بتروح الانسان خلق تا يكون حر وربنا اعطانا الحريه تتنسلب منا بهالطريقه على الكره الارضيه لابد من لابد من انتفاضة يمكن الأرض غضبانة مش البشر بس الأرض غضبت حتى النبتة ما بقى عم تعطينا نبات مثل ما كانوا نشوفها من زمان خضار صار مختلف بهت الخضار بهتت الألوان بدنا انتفاضة لنرجع نرجع الألوان السبعة والتسعة أحلى مكان خليني فوت بغنية بيروت ارتباطا بالكلام اللي عم نقوله اغنية ايجابية فيها تفاؤل وبنفس الوقت فيها رسالة وفيها صرخة اخذت معك وقت لانك تنزل اغنية يمكن في كتير كانوا متوقعين تنزلي قبل رح احكي الحقيقة اللي بحسها وما تعودوا الناس غير يسمعوا من الحقيقة ما كنت مفكرة غني لهيدا الظرف لانه عم نعاني عم نتعذب عم ننقهر وكله عم نبلع بصمت 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 ممنوع نحكي ولو حكينا بتنقلب علينا وبتعرف كل الاوطان تغني لها اغاني وطنيه بس لبنان تغني له كتير كثير لانه ما بحياته طلع من حالات الحروب فقلت اذا ما بده يكون في شيء كتير كتير مختلف ما بدي غني في حدا بحبه كثير من الشعراء بيكتب شيء بيركب براسه على راسي عايش بامريكا الاستاذ روجيف غالي وإلي زمان ما حكينا مع بعض على التليفون من وقت غنيت نحن شعبك يا الله يلي يعني هو كمان كاتبها وكما أنه كاتب أغنية ليش مغرب بالثانية نفسها اللي عم تحكيني فيها بدق لي الشاعر بيقول لي قلت أنا إذا أنا بدي دق له وأعمل غنية وهلا هو بأمريكا وين هو بالثانية نفسها بدق بيقول لي شو بكي عملك لك شيء ما بتحكيني قلت له انا عارفه مين بس تفاجات قلت له مين انت اصلا قال لي انا رجيف غالي هو نقز كيف ما عرفته قلت له مين قال لك انك انت اللي عم تطلبني ضحك قال لي شو بكي قلت له انت بامريكا وتركنا هون قال لي لا انا بلبنان قلت له الليلة بدي شوفك واجا قال لي لازم نعمل شي للبلد قلت له مين الاولى منك يكتب تفضل في كتير شعراء بحبهم وكتير شعراء كتبوا للبلد رائع بس عبالي منك شيء يكون عم ياخذني على جو مختلف لانه حتى تخليك تقنعني وكانت اغنيه بيروت تحرجت عنها الحجر بدنا نقول هيدي الغنية صارخه هديتيه للشعب اللبناني شو بدك كيف بدك تعنوني نحن عملنا هاشتاق قبل لبنان الحياه او بيروت الحياه تعود كل العالم يشوف لبنان فرحان، أنيق، جميل، مناخه ولا أمتع ريحة العطر بتبلش من لتوصل لبيوته، لتطلع على سماء هيدا لبنان حبيت أنا فرجي بهالطريقة وبكل إيمان يلي بيقول في بيروت دحرجت عنها الحجر لا موت الله كبير ودائما عنا حياة بمحل عملت صرخة توعية عن المخدرات عملت صرخة عن لبنان الحلو أكثر من مرة كل هيدي المبادرات اللي عم تعمليها شو بتتصور يكون لها نتيجة؟ بتتصور على أيام ما كانوا عمالقة الفن ما كان عندهم نفس السؤالات عم بيقولوا شو بتتصوروا نتائج من أغانيكن من بحبك يا لبنان للبنان جنة الله على الأرض ل لكل الاغاني يلي طرحت، شو بتتصور انطرح عليهم غير هيدا السؤال فكرك؟ من من إلى لليوم وبضل لبنان الحلو هي من كلمات استاذ روجيف غالي الحان استاذ بسام الامير وتوزيع داني حلو اللي قالوا لنا إيه العمالقه عن لبنان كنا نحن صغار مش منتبهين لما كبرنا شفنا شو قالوا لنا نتمنى انه الجيل اللي جاي يقدر يتذكر نحن شو عم نقول عن لبنان الحلو ان شاء الله آه نجوى بانفجار اربع اب هيدا موضوع ضج طبعا الكره الارضيه كلها مش بس لبنان والبلدان العربيه آه بحب اعرف كيف لقفت الموضوع وين كنت موجوده آه سمعت الانفجار خبريني قصه وين حضرتك كنت مثلا كنت بمنطقه الشمال انا بتردد لكل يوم ثلاثه صار لي حوالي سبع سنوات بكون بهيدا النهار تامل هيدا النهار طلعت من تامل ساعة ستة ونص سبعة بفتح تليفوني بلاقي كل العالم عم بيسالوني بكي شي افتكرت في اشي علي ما سمعت الانفجار بس تغري عرفت انه في هالشي اللي صار على المرفق وان شاء الله ما تنعاد تلقيت الخبر بطريقة مخيفة جدا لأني كنت على الطريق لحتى أجي أطمن عن أهلي وعن كل أصحابي وعن كل اللي بعرفهم ببيروت نجوى كل المشاهد اللي شفتيها أدي أثرت عليك عاطفيا بشاع الغضب اللي عندك إياها بوقتها فيك تخبريني عنه؟ أول شيء فكرت بالشهداء اللي ماتوا كيف أهلهم بيطلقوا الخبر وما كان بس بوقتها لانه كل يوم كان عندنا كانه بعده صاير الانفجار لما كنا نلاقي انه في كثير مفقودين واهاليهم ناطرين ناطرين يشوفون اذا بركي بركي ربنا بيعطيهم رب خبر انه هني طيبين، الله يصبر قلبهم وبقول انه تكون خاتمه الاحزان عندن وبلبنان. في كم تويت عملتيهم على النظام السياسي بالبلد أسين شو الخلفيه كانت؟ شوف انا اللي بدي اقوله قلته وما بحب السياسة ابدا نعم لا. لان كلها نفاق بس رح اقول لك كلمه واحده نحن مش ملك حدا ولازم الشعب موقف ويمشي للاخر ليغير اذا ما غير شعب رح نضل نورث اللي عم بيصير معنا لو ولد 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 ولدنا نحن منموت بس لبنان رح يبقى بس وقت نقول انه لازم الشعب يغير مثلا شيء بيشبه هيدي الثوره اللي نزلت شيء بيشبه هدول الناس اللي نزلوا يكملوا يعني بهيدا الاطار او كيف بدنا نقوم كلنا سوا وندل بموضوعيه على الشيء اللي بيوجعنا ونحكي مع الناس المعنيه ونشوف متطلباتنا وما نرجع بيوتنا لناخد حقنا مه. ما نرجع بيوتنا لناخد حقنا والا لازم نفللن من بيوتهم مه. مع نظريه كلن على خطا إنه مع بيعمل. نظريه كل واحد ما بيستاهل يبقى بهالارض لانه ما بيحب الأرض لو بيحب الأرض كان حافظ عليها والارض مش تراب الارض نحنا الشعب متفائلة بهيدا المحل بتقول إنه معقول يصير شيء هيك تغيير بالبلد يخدنا على محل جديد لما هيك تقعد تفكري بعم تحضري أخبار أو قاعدة بالتخت عم تفكري بالبلد وين صرنا تعودوا علينا إنه بتصير حرب وبنرجع مننام ومنموت ومنقوم ومننسى مننام ومنموت ومنقوم ومننسى مش لازم ننسى هل هناك دور للفنان؟ بالتوعية الاجتماعية والسياسية يعني في هلأ منلاحظ أنه في ظاهرة جديدة أنه في كتير فنانين وفنانات عم بيعبروا عن ارائهم السياسية بشكل عام ما هن مواطنين نعم بالنهاية ما هن عايشين بالوطن <applause> وعم بيحسوا بالوجع اللي بيحسوا فيه <applause> في كل الناس شو نحن مختلفين بنبكي مثل ما بيبكوا منقهر مثل ما بينقهروا بروح مصرياتنا مثل ما بيروحوا مصريات الناس <applause> كل شيء نحن وارد يصير معنا <applause> دخلك تاثرت منيح بال دخلك بال... انت كيفك ترجع كل كل شوي والثاني بتخبرنا عن شيء <applause> ايه شيء صعب صعب بس لانه مثلي مثل كل اللبنانيه مش رح اصرخ اكثر منهم او او ابكي اكثر منهم لانه كل واحد بيبكي من مطرحه وبوجعه وباللي حاسس فيه زيارة مكرون كنا نحن حكينا على التليفون حساب هذا الموضوع زيارة فيروز قد هيك بعثت تفاؤل بين اللبنانيين وعندك وشفنا لها صورتها. هيدا لبنان. سالتني عن الفنان ودوره بالبلد وبالسياسه وبالقيمه بسفارته وبالنجوم هيدا لبنان جسدته السيده فيروز. هو هيدا اللقاء مه. مه. كان منو لقاء عادي ولقاء ذكي ذكي جدا لانه دق بمعلم لبناني. يعني اجى زار بدل ما يطلع بعلبك مثلا او يروح جبال على قلعه جبال واللي هي ما بتقل عنهم ابدا اجى لعند الست فيروز عند الجامعه أه لفتني موضوع انه نجوى قليل قليل ما بشوفك بتغني بالمناسبات لفيروز غنيتي له بس مش مش كثير، تفضلي تغني اغانيك وكذا والى اخره، وفي امتعاض عند عائله الرحباني بانه وقت يطلعوا يغنوا الفنانات والفنانين لفيروز، كيف بتشوفي هذا المحل؟ بتحسي انه فيروز واغانيها هي حق لكل فنان لانه هي بتمثل وطن ولانه اغانيها بتمثل وطن وبتمثل والناس بتحب تسمعها وفيروز ما عم تكون موجوده، ما عم تغني الست فيروز؟ اول شيء موجوده بكوكب مختلف م. وما بتريد حدا يخرقه لانه هي مش خارقة كوكب حدا هي اصلا طلعت برات الزمان والمكان بكل الاعمال اللي قدمت لنا اياها بعض الفنانين بيحاولوا يعملوا موضوع مثل تحية م. بس هيدا إذا كان شيء خطتهم الرحابنة وهذا شيء بيزعجهم هيدا أسلوب هني اتخذوه يمكن لحتى هيدي خطتهم بالحياة أنا بحترم هيدا الشيء بتغني لفيروز بمناسبة ولا بتعتبري أنه تفضلي لا بدون بسمع لا بسمع لا بسمع, لها بسمع لها وبتمتع ومتع سمعي <applause> بنت سيدي فيروز ريما الرحبانة أكثر من تويت عم بتهاجم كل حدا عم يطلع يغني في البعض عم بيقول عم تهاجم بقسوة الفنانين والفنانات يلي عم بيغنوا او حتى من عائله الرحباني وقت تقري بوست لريما الرحباني او تشوفي صحافي كاتبه عنا شو رايك بالموضوع؟ انا شو دخلني يعني هيدا اسلوبهم وهن لهم حق انه يتعاطوا مع العالم بالطريقه اللي هن بيشوفوها هلا لقدام نجوى شو عم تحضر لنا؟ شو ناطرين نشوف من نجوى؟ اذا الله راد ب ب 5/11 رح يكون عندنا حفله كبيره بدبي بالامارات الحبيبه ان شاء الله بانتركونتيننتال <applause> ان شاء الله بتلاقي استحسان بتكون هيدي اول مره رجعنا من بعد كل هالازمات عملنا فيها حفله وبقول ممكن يكون في غنيه جديده ممكن ممكن إيه ممكن لا حسب كمان الظروف نحن عايشين كل يوم بيومه ما فيك تسألني كلبنانية شو بدك تعملي بكره بدي قلك أنا بدي بكره شوف شو جاي خليني أعيش اليوم ونكفي شر هالنهار و... كله بيمشي الحفل مع جمهور رح يكون أكيد, أك اكيد مع أكيد جمهور. اكيد ان شاء الله لانه هلا بتعرفي كثير طبعا أكيد. مع التباعد ومع النظام طبعًا. يلي القانون معتمد طبعا الالبوم يلي كان نحكى فيه من قبل من البوم معقول انه تروحي بهيدا الاتجاه مع شركه نحن جمهور. نحن مش بوارد البوم مني البوم بهيدي الفتره أنا بالنسبة لي هيدي الفترة يعني لا إلى وقت مش معروف لأنا. إلى أنه تطلع الشمس بسماء العالم شمس الغنية والنجمة اللبنانية نشوى كرم ثانك كتير لانك استقبلتنا ببيتك انا بشكرك بشكرك الوقت. بس بضل في عندي شغلة بدي اقولها انه الليريك فيديو يلي اللي شافوه العالم بالنسبة لبيروت تحرجت عنها الحجر هو او بالنسبة للهاشتاج تبع بيروت الحياة ولبنان الحياة هو كل الصور اللي شافوها هن من موهوبين من الفانز او من غير الفانز هن اللي قدموا لنا كل هالصور اللي شفتوها وهي حقيقيه عن لبنان بدنا نشكرهم وبدنا نشكرك على هذا العمل من الوطني. قلبنا وانا بقول لك انه الليريك فيديو عمله جورج ايواز ثانك آه يو نجوى على استضافتك لنا مره ثانيه والى اللقاء القريب ان شاء الله